او الطلبات اللي احنا بنطلبها دلوقتي او توافر الامكانيات للاعيب ده في الملعب ان هو يطلع كل الامكانيات اللي عنده. طب انا ايه الفرق في الحته دي؟ هل دي شخصيه مدرب ولا أيوة. في فرق في الكواليتي؟ في شخصيه مدرب بيبقى ممكن في مدرب برضو خواف شويه عايز بيلعب بالمضمون مش عايز يعمل ريسك وخصوصا في الفترات الحساسه لان دلوقتي الماتشات هتبقى ايه صعبه مفيش فرصه للتعويض بعد كده انت عندك مؤجلات لازم تكسبها عشان تعدي فممكن كده وممكن واحد بيحسبها من ناحيه تانية انا لازم يبقى عندي بديل لان انا في رايي